رحيم، انا مي جبران درست باثولوجي. هكلمكم على هاو تو سكيدول ميتنج، هدوس على كمان هاو تو فيزيت ان مالتيبل شانلز. اول حاجه هدوس على كلمه كالندر عندي اللي هو كالندر النتيجه. اوكي، بعد ما دوست على كالندر هيظهر لي الميتنجز اللي عندي. خلاص انا عايزه في شهر 12، هدوس على جنب تودايز. لا انا عايزه، مش عايزه نوفمبر، انا عايزه ديسمبر. اوكي، هعمل schedule new meeting، schedule new meeting. اوكي، وهكتب فيها من new meeting اهي، وهكتب هنا التايتل LGS pathology of restrictive lung diseases. تمام، وهقدر required attendee تبقى دكتورة عزيزة برضو اللي هي ايه، تريبل ايه عبد الرحمن. وهختار اليوم، الميعاد هتنزل لي الكالندر ده داون وورد كده، هتلاقي الكالندر نزلت. انا هختار في ديسمبر، هختار يوم 6، عندي يوم 6، انا هختارها يوم 7/12، يوم الاثنين من 11 لواحدة حسب جدولي، من الساعة 11. وافتكر طبعا انت لازم تقعد، بتبقى اي ام، ها، فعندك من 11 اي ام، عندي انا من 11 اي ام لحد الساعة 1 بي ام، واخد بالحضرتك. بعد كده انا مش هقدر شانل، لان انا هعمل بوست ان مالتيبل شانل. انا كده خلاص خلصت الحمد لله، اتاكدت 7/12 الساعه 11 لحد الساعه 1، وهعمل سند. اوكي، بعد ما عملت سند، عشان ما حدش بقى يقول لي انا عايز اتاكد وكده اللينك مش شغال وكده، عملت انت الحمد لله اللينك بنفسك، هتخش على الكالندر عندك على شهر 12 تحديدا يوم 7، واخد بالك. هتلاقي في 7/12 عندك المونديز، هتلاقي 7/12 الميتينجز اللي المفروض موجودة عندك يوم 7/12. اوكي اهو، هتلاقي باثولوجي ريستريكتيف لونج ديزيز، ده اللي لسه عاملاه اهو، باثولوجي ريستريكتيف لونج ديزيز. عشان بس متقعدش تقول ان انت مش عارفه ايه والكلام ده، ان اللينك مش شغال، اعمل جوين، وطبعا ما تفتحش المايك ولا الكاميرا، واعمل جوين ناو خلاص. وبعد كده هتلاقي هنا، طبعا انا بتكلم على الديسكتوب انترفيس، من مور اكشن هتلاقي حاجه اسمها ميتنج ديتيلز، ومن الميتنج ديتيلز هتلاقي كوبي جوين انفو. خلاص انا بالنسبه لي هعمل ليف. انا قلت لك ان انا عندي عايزه اعمل بوست في كذا تيم، فانا هشوف التيمز اللي عندي. مثلا عندي ايه، انا عندي ده خلاص. طبعا انت ما تعملش بوست غير لما انت تعمل بيست بقى في اللي تبعته الدكتوره عايزه في الفايل اللي احنا عاملينه شير. اوكي، انا هعمل، عشان انا بقى انت يوم عايز تعمل تنبه الطلبه ان هم عندهم معاك حاجه في الفتره دي، فهتعمل بيست لللينك هنا حضرتك، وهتعمل بوست ان مالتيبل شانل. تختار حاجه، معلش هنا ده مش باين، هتختار هنا حاجه اسمها announcement خلاص، او من غير announcement حتى، بوست ان مالتيبل شانل، وهتعمل سيلكت للشانلز انت عايز تعلن فيها. انا عندي عايزه اعمل اعلان من 11 لواحده في جروبس، اللي عندي مين ومين يا ربي، ما يبقى عندي من بي 3 وبي 4، فانا هختار بوست ان مالتيبل شانل اللي هو الجروب ب 3 و ب 4. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو 2 بي 4 تمام، وكمان في 2 بي 3 انا بدور عليه هو مش لاقي، 2 بي 10 2 بي و 2 بي 3. اوكي، فانا عندي، انا في عندي انا يوم الاثنين من 11 لواحدة في 2 بي 3 و 2 بي 4 كده، هم اوتوماتيك بيظهر لهم اعلان ان حضرتك عندك ميتنج من كذا لكذا في هذه الفتره، سام داي مش عارفه مين. انا هكتب اللي هو الباثولوجي ال جي اس ريستراكتيف لونج ديزيزز Monday 11 to 1 PM meeting link. اوكي، وهعمل انتر.